السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو على قناتكم سعيد شو. سوف أطرح عليك 20 سؤالا، وإن لم تعرف الجواب في غضون 5 ثوان فسوف أجيب. إن كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها حلقاتنا فاشتركوا في القناة لكي تستفيدوا، وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتنشروا الفائدة مع تفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو. ابقوا معنا. السؤال الأول: ما هي قبيلة صالح عليه السلام؟ الجواب: قبيلة ثمود. السؤال الثاني: ما هي الآية التي أظهرها الله على يد صالح استجابة لطلب قومه؟ الجواب: الناقة. السؤال الثالث: من هو الرجل الذي عقر الناقة؟ الجواب: قدار بن سالف. السؤال الرابع: بما أهلك الله ثمود؟ الجواب: بالصاعقة. السؤال الخامس: من هو أبو الأنبياء؟ الجواب: إبراهيم عليه السلام. السؤال السادس: ما هي كنية سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: أبو الضيفان. السؤال السابع: أين ولد إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: في بابل بالعراق. السؤال الثامن: من هو الملك الذي نظره سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: النمروذ بن كنعان. السؤال التاسع: من هي أول امرأة تزوجها إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: هي سارة أم إسحاق عليه السلام. السؤال العاشر: من هي أول امرأة اختتنت وثقبت أذنها وطولت ذيلها؟ الجواب: هاجر أم إسماعيل عليه السلام. السؤال الحادي عشر: أين دفن إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: في مدينة الخليل. السؤال الثاني عشر: من هم الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وأسماؤهم تبدأ بحرف الياء؟ الجواب: 3 أنبياء، وهم يونس، يوسف، يحيى عليهم السلام. السؤال الثالث عشر: من هو النبي الذي تولى وزارة المالية بمصر؟ الجواب: يوسف عليه السلام. السؤال الرابع عشر: من هو النبي الوحيد الذي ذكر في القرآن واسمه يبدأ بحرف الصاد؟ الجواب: صالح عليه السلام. السؤال الخامس عشر: من هو النبي الذي بقي حيا حتى الآن؟ الجواب: عيسى عليه السلام. السؤال السادس عشر: من هو النبي الذي علمه الله لغة الطير والحيوان؟ الجواب: سليمان عليه السلام. السؤال السابع عشر: من هو النبي الذي سجن ظلما؟ الجواب: يوسف عليه السلام. السؤال الثامن عشر: من هو النبي الذي لقب بذا النون؟ الجواب: يونس عليه السلام. السؤال التاسع عشر: من هو النبي الذي سخر الله له الجبال تسبح معه؟ الجواب: داود عليه السلام.
السؤال العشرون: كم يوم استمر العذاب على عاد؟ الجواب: 7 ليال و8 أيام. نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تستفيدوا حقا. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة تشاهدون في حلقات ساعد شو. كما لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.